مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض الكوارع. إن شاء الله يا رب تنول إعجاب حضراتكم. النهاردة حلقة مميزة مش بس بالأصناف اللي بدأنا نعملها علشان العيد ولكل محبي الوصفات الأورينتال أو الوصفات الخاصة بعيد الأضحى من الأكلات البسيطة الجميلة اللي بيحبوا ياكلوها بره دايما. هنعملها في البيت بطريقة بسيطة ولطيفة وهنتكلم عنها سوا مع بعض. لكن كمان حلقة مميزة فيها مفاجأة مش هعلن عنها دلوقتي، لكن ممكن قبل الفاصل الثاني إن شاء الله تكون معانا وتشوفوها بنفسكم. النهاردة هنبدأ في الكوارع. هنعمل الكوارع، والكوارع دي تعد من الأكلات من العصر العثماني. يعني هي لقوها موجودة في كتاب لأحد المؤرخين لكتب الطبخ القديمة، وكانت دي الطبق الرئيسي للملوك في عهد العثمانيين. طبعا توارثها يعني من بعد الاحتلال العثماني لما دخل مصر، احنا بدأنا ناخد منها من الأكلات دي نقلا عنها يعني، وبدأنا نضيف لها شوية حاجات. وكانت زهيدة الثمن، يعني ما كانتش من الحاجات اللي أسعارها عالية، ولكن اكتشفنا قيمتها الغذائية، ليها قيمة غذائية كبيرة. بدأنا هنا بقى بدأ السعر يرتفع ويعلى في الأسواق. هنتكلم عنها باستفاضة طبعا، لكن خلينا الأول نقول بسم الله ونقول وصفتنا النهاردة. احنا معانا كوارع، هنجيب سواء كارع واحد أو جوز كوارع. عادة بيقولوا الأمامي، أنا لما سألت في موضوع الأمامي والخلفي قالك لأن وقفة العجل بتبقى مختلفة في حتة معينة، في تقله بيبقى في مكان معين، فأعتقد هي دي اللي اتقالت لي من الناس اللي موجودين في المذبح. خلينا نستكمل ونشوف مع بعض. طيب عندي كوارع الأمامية، عندي جزر وبصل وطماطم وكرفس وحبهان ومستكة وجوز الطيب وملح وفلفل ومية. الكوارع دي أنا هعمل معها شوية من الفتة، بس قبل ما انتقل للفتة اسمحوا لي الأول أقول أنا بعمل فيها إيه. أنا بجيب الكوارع وببدأ أغسلها كويس قوي بالخل وبالملح وتمام جدا، وبتبقى نظيفة ما فيهاش أي آثار لأي شعر أو أي حاجة خالص. وبعدين باخد الكوارع دي أحطها في الحلة وعليها مية مغلية، وساعات بقطع شريحتين ليمون أو بعصر ليمون معاها، بسيبها تغلي شوية كده حوالي 10 دقايق ربع ساعة. بعد الربع ساعة دي بتبدأ تعمل فوم أبيض وريم كبير كتير، حبة حلوين كده. بروح واخدة المية دي دلقاها كلها وشطفة الحلة وغسلاها وشطفة الكوارع تماما بمية نظيفة تاني، وهبدأ أخد بقى الجزء التاني من يعني الجزء التاني من إن أنا أحطها تتسلق بقى عشان أطلع منها شوربة كوارع نظيفة ريحتها حلوة طعمها حلو. هعمل كالآتي، هاخد كده الحلة دي هنا، باخد ممكن تبقى نقطة زيت، أنا بس عايزة أسيح فيها المستكة، لأن المستكة لازم تدوب في مادة دهنية وإلا هتلزق في الحلة ومش هتدوب. فممكن يا إما نقطة سمنة صغيرة، طبعا هي أوريدي فيها يعني دسم، لكن هاخد نقطة زيت كده علشان أدوب فيها كام فص من المستكة، وعشان أول حاجة هديها لها صدمة هي في المستكة دي عشان تدي ريحة حلوة للكوارع بتاعتي. وبعدين حوري لحضراتكم انا عملتها ايه. طبعا الكوارع بتاخد تسويه، خلينا متفقين انها بتاخد وقت طويل على النار، فاذا احنا مش عندنا حل الضغط نستخدمها هنستخدم مثلا الطريقه التقليديه بتاعتنا، مفيش اي مشكله خالص، بس هتحتاج متابعه مننا احنا كل شويه هنزود الميه السخنه علشان بتنقص لحد ما تستوي وتوصل للسوى المظبوط بتاعها اللي هي هتلاقوها بدات تطرى كويس وتبدا تفصل عن العظمه بتاعتها، فتبدأوا تحسوا انها استوت وتمام. طيب انا هنا بس الحلة تسخن شوية وهبدأ ادوب هنا. بصوا فصوص المستكة دابت ازاي على طول اول ما سخنت، والمستكة دي برضو قصة، يعني ليها قصة لان هي ثلاث طرحات، الشجر بتاع المستكة ده ثلاث طرحات، كل طرحة بتطرح لون معين من ضمنهم اللون الابيض اللي بنشوفه شبه اللبان الذكر كده، بيبقى دي من ضمن الطرحات، فبتبقى سبحان الله برضو ومفيدة جدا وليها استخدامات كتيرة جدا، ولكن طبعا بالنسبة لان هي الاصلي بينها بيبقى قوي فبيمرر لو زودنا منه. انا اهو عملت كده، هاخد بقى الكارع، خليني كده ايه
انا جايبه حته كده. طب احنا هنا عاملين كميه حلوه في الحله هنا عشان نقدر نطلع منها شوربه ونعمل منها حاجات حلوه مع حضراتكم. دي المرحله الاولى، بصوا لونها بقى عامل ازاي، لان انا اديتها السلقه او الغاليه اللي احنا اتفقنا عليها وشطفتها وهجبتها. هحطها اول حاجه هنا تحت كده، تاخد واخلي هنا الميه جنبي تسخن كويس هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه عشان ايه نعمل بعدين، تاخد بس شويه دول. وهجيب كده عندي بصل وعندي جزر وعندي كرفس وعندي طماطميه واحده، ممكن ما تحطوهاش لو مش عايزين طماطم اصلا، بصل بس تكتفوا بيه، بس هو بيبقى كام فص حبهان، وانا ما بحط الحبهان بحب اكثر كده عشان يطلع الريحه اللي جوه، لان البذور السوداء بتاعته اللي جوه دي هي اساسه، فيدوب بس اساعدها. خلاص ده على حسب الانواع اللي احنا بنستخدمها. كام فص حبهان كده حلو. هحط كده رشه جوزة الطيب كده اوكي، وهاخد رشه ملح بسيطه ورشه فلفل. محمد انا هحتاج ورق لورا، انتوا مش حاطينهولي ليه؟ نسيتوه ولا ايه؟ وبصوا هاخد من دي، انا عندي هنا ليمونه هاخد منها شريحه كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هحطها هنا واهي تقليبه. الريحه طبعا رائعه. البوكي جارني ده هتفتوا هتشوفوا شكل المرق دلوقتي، هوريه لحضراتكم. تسلم ايدك يا ابو حميد يا غالي، كتر خيرك. هنحط بقى هنا بصوا ورق اللورا وهنبدا. انا عندي ميه سخنه بتغلي، هنزل ميه سخنه بتغلي، سايبه بس الكتل عقبال ما هي تاخد تشويحه حلوه كده، وهضيف الميه السخنه اللي بتغلي دي علشان ما ينفعش انزل ميه ساقعه. تمام. اي حاجه بتتسلق على النار سواء لحمه او فراخ او اي نوع من انواع الكوارع والحاجات دي، او حتى بعمل كباب حله او حاجه، لازم اضيف ميه سخنه بتغلي عشان تكمل التسويه، والا توقف التسويه وتخلي اللحم يبقى ما بيستويش، يبقى فيه شده كده مش حلوه، فده مش كويس. نعمل بقى كده هنا حته صغيره، طبعا على حسب عدد افراد الاسره. الريحه عايزه اقول لحضراتكم رائعه رائعه، والشكل بقى مش قادره اوصف لحضراتكم. تعالوا بقى ناخد هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا هنزود لحد ما نغطيها، وبعدين نبدا نتابع بقى. اول ما تبدا تغلي، لو احنا عندنا حل الضغط، اول ما بتبدا تغلي الحله وتصفر جامد هنوطي النار ونهديها عشان ما يبقاش زياده الكبس الضغط الهواء جواها، وده خطر، ولازم ننتظر لما تبرد شويه علشان نفتح الحله، لان دي من اخطر ما يكون. حلل الضغط دي خطيره جدا جدا، مؤذيه يعني، فنخلي بالنا. بصوا تبقى كده خلاص، وبعدين هقفل عليها وتعالوا نفتح اللي احنا مجهزينها. طبعا لو هي في العادي لا بتاخد 4 ساعات، على حسب انتوا حاطين قد ايه، كام كارع، كام قطعه يعني موجوده. خليني اجيب كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى شايفين المرق عامل ازاي، بصوا بقى شكل المرق روعه، يتكلم عن نفسه. ريحه بقى تفتحه ما تحسوش ان في ريحه لا قدر الله. على فكره انا ما باكلش الكوارع خالص. بيقولوا لي احنا هنموت وناكل بقى. ما باكلش الكوارع، بس بصوا انا مش مستاء ولا متضايقه منها، لان ريحتها بصوا رائعه. بصوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين شايفين الجمال، بصوا بصوا بتتخلي ازاي، بصوا شايفين، غير بقى اللي جوه هنا ده، شايفين الجمال، بصوا هنا والجزر والكرفس والحاجة الحلوة اللي احنا عاملينها، شايفين بصوا بتتفصل باليد ازاي. كل دي في ناس بتحب تاكلها كده كقطع كده، وفي ناس بتحب تشوحها. انا هعمل معها شوية فتة عشان نبقى يعني ونسقي بشوية مرقة الكوارع دي العيش بتاعنا،
وان شاء الله تبقى وصفه لطيفه لحضراتكم. فكرتها في التسويه ومتابعه التسويه ونظافتها اهم من اي شيء، اهم من اي شيء. طبعا الكارع انا لما بجيبه بحب الجزار بس اقول له من فضلك انا عاوزه الكارع على بعضه بس اقسمه، يعني اكسره، بس يكسره عشان اقدر انا اخليه، لكن ما يفصلوش، ما يبقاش قطع صغيره. وبعمل زي ما حضراتكم شفتوا كده، اول غلوه في الكوارع دي مهمه بعد غسلها، لانها بتشيل كل الزفره والريم والحاجات اللي بتبقى فيها ريحه مش كويسه فيها ايا كانت. فلما بنغليها وبعصر معاها كده نص ليمونه او ليمونتين وبغلي الميه دي بتطلع الفوم الابيض ده، برميه واتخلص منه واغسل الحله كويس واشطه في الكوارع وابدا في المرحله الثانيه اللي هي قدام حضراتكم دلوقتي، سلقها، ما بسلقهاش على طول، ولازم اديها الصدمه دي والتشويحه دي، وبعدين ابدا اضيف فيها كل الحاجات وتبدا بقى تغلي زي ما حضراتكم شايفين كده، فيها الكرفس والجزر والبصل والورق لورا والحبهان، وذوبت المستكه في الاول في معلقه زيت وبعدين شوحت فيها الكارع وهكذا. دي الكوارع هتبقى بقى شوربه رايقه زي اللي حضراتكم شايفينها كده قدام حضراتكم، تطلع شوربه رايقه بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، رائعه. طبعا انا حطها تدفى بسيط، الحلل الضغط زي ما قلت لحضراتكم لازم تهدى شويه، وبعدين نبدا نفتحها، وعمرها لو بردت جوه الحله الضغط هتعرفوا تفتحوها، لازم تدفوها شويه وبعد ما تدفى تتفتح عشان الغطاء بيبقى ماسك جامد جدا. طيب انا دلوقتي هبدا اجهز معاكم بس حاجه، خطوه واحده للفته اللي هي العيش. هعمل حاجه كده في العيش الاول، تحميصه قبل ما هديله اي منكهات. عندي عيش شامي وعندي عيش بلدي، اللي يحب، في ناس بتحب العيش الشامي وفي ناس بتحب العيش البلدي، انا هعمل الاثنين عشان احنا عندنا هنا من الجمهور في الاهلي وفي القناه ما يحب الشامي وما يحب الايه البلدي. وهاخد كده ممكن بايركس تاني، خليني احط فيه العيش ده البلدي. في ناس بتحب تمسح العيش ده الاول بمعلقه سمنه بلدي الاول، لو انتم مش عايزين يعني تدوله سنه سمنه تقيله، لان هو المتعارف عليه ان انا اشوحه في سمنه واحمره كده على النار، انا مش عايزه يبقى فيه تقل لان شوربه الكوارع فيها دسم كفايه، وانا مش عايزه يبقى الموضوع تقيل قوي. فانا هدخله الاول يتحمص كده، وبعدين هبدا انا اديله معلقه مع فص ثوم واشوحه على النار مع الصوص. هنعمل دلوقتي شغل حلو ان شاء الله مع بعض. هسمحوا لي هدخلهم الفرن الاول، بسم الله، ياخد تحميصه كده على الهادي، بسم الله، الفرن سخن، ادي العيش البلدي، وهنا هنحط الشامي على خفيف كده ونتابعه بس بسيط. طيب هنبدا بقى نجهز هنا اول حاجه للرز، رز هنعمل رز ابيض عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، ونتكلم عن الفته. طيب هنبدا الاول قبل ما ابدا في اي حاجه، انا هجهز كده واسخن الحله بتاعتي وهنستسمح حضراتكم في استراحه، نرجع نشارك المفاجاه اللي منوراني النهارده، هنشوف المفاجاه اللي معانا ونرجع نستكمل وصفاتنا مع حضراتكم، في انتظاركم.